لنقاش هذا الملف الإنساني في العراق ينضم إلينا من فيينا ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أهلا بكم سيدي. أهلا ومرحبا بكم. كيف تقيمون تصنيف منظمة العفو الدولية للعراق من أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام؟ هذه هي حقيقة، ليست يعني عبطا من المنظمات الدولية تكتب وتتكلم وتنطق ما يحدث في العراق من إعدامات، ولحد هذه اللحظة هذه الإعدامات هي إعدامات في بعض الأحيان يعدم 50 إلى 55 شخص في اليوم الواحد. هذه العمليات الإجرامية التي تقوم بها الحكومة العراقية وفي بعض الأحيان بدون قضايا قانونية شرعية أنه تقضي على هذا الشخص فعلا ارتكب هذه الجريمة أو لا. نحن أنت ذكرت في بداية الكلام أو في بداية الحديث عن مواضيع أنه انتزاع المعلومة بالتعذيب، وربما هذه المعلومة الذي أدلى بها المسجون هي إجراء قسري، وهذه الإجراءات القسري شخص يحكم بالإعدام أو يقتل أو يحكم إلى فترة طويلة من الزمن، والانتزاع المعلومة غير شرعية غير قانونية ولا معترف بها دوليا. لهذا السبب المحكمة العراقية في الأواسط العالم وحتى في أوروبا أنه المحكمة العراقية محكمة غير شرعية ومحكمة غير منصفة للسجناء الموجودين داخل السجون العراقية. يعني لو نتحدث يعني في نفس هذه النقطة عن القضاء، ما مدى إمكانية فتح القضاء لملفات المعتقلين والمتهمين بتهم الإرهاب واعترافهم تحت التعذيب كما تفضلت، خاصة وأن العمليات العسكرية انتهت، يعني المبرر الذي تم اعتقالهم بسببه انتهى؟ نعم، هنالك 17,000 معتقل متهمين بمساعدتهم أو بتعاملهم مع الدولة الإسلامية. هذه حقيقة، ولكن أنا بدي أتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الموضوع المؤتمر الدولي اللي هو موجود في إيطاليا. قبل شهر حدث هذا المؤتمر، هي بإزالة أو بعدم تنفيذ أحكام الإعدام في الدول الموجودة خاصة بالدول الإسلامية ودول العالم الثالث. هذا المؤتمر قاعد يحث هذه الدول بعدم تنفيذ حكومة الإعدام أو برفع حكومة الإعدام، مثل ما حدث في الوقت الحاضر في تركيا، وإحنا نعلم أنه تركيا فيها حكم الإعدام، بس لحد هذه اللحظة المطالب الأوروبية طلبت من عندها عدم تنفيذ حكم الإعدام، ولحد هذه اللحظة من تبنى تركيا عدم تنفيذ حكم الإعدام لم تحكم شخصا بالإعدام. ولكن عندنا في الدول العربية وخاصة في العراق حكم الإعدام بالنسبة لهم أبسط قرار يصدر القاضي، وهذه القرارات التي يصدرها القاضي هي قرارات يعني تتفق مع الأجندة الإيرانية وتتفق مع هذه المجاميع السياسية الموجودة التي تحكم العراق والتي متسلطة على أرقاب العراقيين، وهم يعترفون بحق أنه هم ليس لهم شرعية بالعراق. الانتخابات اللي صارت ليست شرعية، الحكومة تسلطت وسلطوها الأمريكان على العراقيين ليست بشرعية. كل ما تعمل الحكومة العراقية بالوقت الحاضر هي ابتزاز الشعب العراقي وتعذيب الشعب العراقي ببطء خارج السجون. نعم. وداخل السجون نحن نعلم ماذا يجري عندهم من تعذيب وإجرام وقتل، خاصة بعض الأحيان أختي يقتل الشخص تحت التعذيب. يعني هاي مو لأول حدث قاعد يحدث في ظل هذا الواقع، من المسؤول برأيكم عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق منذ الاحتلال الأمريكي وحتى اليوم؟ طبعا هي بالدرجة الأولى الدولة، وهي السلطة العراقية إذا كانت هنالك سلطة. ولو لا، أنا لا قاسم سليماني هو أكبر شخص الذي يحكم بالعراق حقيقة، وهو حتى موجود من القوائم اللي وضع بالإرهاب. يعني هذول الأشخاص الإرهابيين هم الموجودين الذين يحكمون العراق. الحكومة العراقية هي المسؤولة، لا يبرئ شخص في الحكومة العراقية مهما كان كبره وحجمه من الجرائم التي تحدث أمام الشعب العراقي. هذه الجرائم التي تحدث
على الشعب العراقي اذا كان ضابطا صغيرا او رئيس دوله، هو مسؤول مما يحدث، لانه من ياتي اذا اتى سلطه وطنيه والنظام وطني بالعراق سيحاسب الكل من عمل اجراما في حق الشعب العراقي وسيحاسبه الشعب العراقي. كيف تتوقع مستقبل أوضاع حقوق الإنسان في ظل الحصيلة الثقيلة من الاعتقالات وأحكام الإعدام الظالمة في حق أبرياء؟ حقيقة بالوقت الحاضر يعني احنا ما نريد نظلم الأشياء يعني نسويها مظلمة، ولكن هنالك بوادر من المنظمات الإنسانية والحقوقية اللي أنا عايش هنا بأوروبا وأحضر مؤتمرات حقوق إنسان لانتهاكات حقوق الإنسان الموجودة في العالم وخاصة في وطننا أو في العراق أيضا. هذه المنظمات جادة بتحقيق العدالة الاجتماعية وبتحقيق أنظمة جديدة ممكن أن تبدأ هذه الأنظمة، ولكن مسافة طويلة، يعني يحتاج مسافة طويلة جدا لإنقاذ الشعب العراقي من المحنة هو الموجود فيها. شكرا جزيلا لك من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ضياء الشمري، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.